صحافة أخوي. تسكن هنا الشريف؟ نعم. شنو وقع هنا؟ شنو وقع؟ ها انت شفتها شنو؟ وانا ساكن فوق الطرام حتى ولا كاع الناس. شنو وقع؟ إذا كان ممكن بلا ما تبان أنت قلنا شنو وقع؟ أنت كتشوفك تلقى معاه تما وتوتر قال لها تنزل أنا من السطح وتضاربوا وتضاربوا ولكن هذاك عريان ما لابس حتى حاجة علاش شنو وقع؟ كيفاش تحيد حوايجو الفيديوهات هما هذوك ديال الفيديوهات ديال الباب الموتير هما اللي غيوليو هما اللي كانوا حاضرين هما اللي كانوا كيفكوا فيهم لا هما ما قربوهمش بقاو كيشوفوا فيهم عيطوا للبوليس اذا مشاهدين التشبيق انا شفت في مرحبا بكم في هذا المباشر كيف كتشوفوا في هذا الاثناء واحد التدخل ديال رجال الامن ورجال الوقايه المدنيه جوج ديال الاشخاص تبادلوا الضرب والجرح فيما بينهم واحد فيهم المثير في هذه القضيه هو ان واحد فيهم بدون ملابس ما بغيناش نصوروه من بعيدين باش ما يبانش ولكن اشنو وقع كيفاش حتى هذاك الشخص ولا او تحيدوا له الحوايج ديالو واش هذاك السيد بغى يعتدي عليه واش بغى يعتدي عليه جنسيا واش بغى يحيد له حوايجه واش بغى يسرقو الله اعلم انما اللي حضرت له قناه شوف تي في هو ان هذاك الشخص الاخر اللي بالحوايج ديالو اللي كان داخل في نزاع في ضرب وجرح مع هذا السيد راه تم الايقاف ديالو من طرف رجال الامن وشفتوا ان السياره ديال الشرطه تحركات هزاتو داتو للمصلحه ديال الامن باقيين رجال الوقايه المدنيه ومعاهم رجال الامن باش يهزوا هذا السيد اللي بدون ملابس انا ما يمكنش نبينوه حنا كنحاولوا نبعدو ما امكن باش ما يبانش هانتوما هانتوما كتشوفو نعم هرسو هادشي تاهما واخا حنا تيحيدو بعدا هاد السيد يطلعوه شوفو هادوك البارات حيت هما باش كيضربو باش ضربو بعضياتهم بلاتي لا حيت انا قربنا غادي نصورو السيد عريان وما عندناش حق نصورو عريان البارات اجي معايا وريهم ليا فين هما بارات ولا شنو هما قلتي لي البارات اللي كيحطو له باش الطوموبيلات ما يدخلوش لهذوك راه هي هي باش تضربو ها واحده واحد الطوب ديالو عدا داك باش كيديروا المنع ها شوف ومد هادشي وصل حتى لهنا ياه انتم كتشوفوا شوفوا شخص اللي تم النقل ديالو بوسط سياره الاسعاف في هذا الاثناء كما تشوفوا ها هي الملابس الحذاء ديالو ها باش كانوا كيضاربوا ها هما كيف ما قالنا السيد يرفض انه يبان امام الكاميرا ها باش كانوا كيضاربوا كيف ما علمت قناه شوف تي في بان واحد الشخص هذاك السيد اللي لابس الحوايج ديالو كاري عند السيد اللي محيد الحوايج شنو كيفاش تطورت الامور ودخلوا في هذا النزاع غادي نحاولوا اننا ناخذوا تصريح من عند البوابين ديال هذا الفندق اذا بغاو يهضروا لان يقدروا ما يبغوش يهضروا نظرا لطبيعه العمل ديالهم كحراس ديال الامن الخاص باحد الفنادق
مدام شكرا المشاهد. شوفوا هادشي كاع كلشي اللي كاين هنايا، هاد الاحجار و التراب اللي كاين باب هاد الفندق ضاربوا به وخرجوه. شكرا المشاهدين الكرام على طيب المتابعه. الملاحظ هو ان التدخل العاجل ديال رجال الامن، انتم ممثل في فرقه الدراجين في منطقه بونف. شكرا المشاهدين الكرام على طيب المتابعه، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم وإلى مبشر اخر.